خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم لزميلتنا دينا شرف مرة تانية عشان نعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل النهاردة. دينا صح يا بسان، دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل، خصوصا الناس كتير قوي بتسأل عن حالة الجو الفترة اللي جاية. النهاردة طبعا يعني جولة تفصيلية عن حالة الطقس. طقس امبارح شهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكن النهاردة بترجع درجات الحرارة بترتفع بنسبة بسيطة، علشان كده الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون برد على أغلب الأنحاء. كمان بتنشط الرياح المثيرة الرمال والأتربة أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد، ده غير الأتربة العالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الطقس النهاردة إيه، وهل هنستمر في ارتفاع درجات الحرارة؟ وكتير من الناس يمكن منهم مصطفى كمان كان بيسألني صبح بيقولي طب هنرجع تاني درجات الحرارة تنخفض ونرجع للجو البرد اللي كنا فيه، يعني فصل الشتاء لسه مكمل معانا أكيد شوية. هو طبعا فصل الشتاء لسه مكمل معانا ان شاء الله لحد 20 مارس، ويمكن احنا فترات الليل تحديدا هي اللي هترجع فيها الاجواء الشتويه مره اخرى، لكن احنا طبعا اليوم هنبدا نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره عن الامس، لان بالامس كان في انخفاض في درجات الحراره. اليوم درجات الحراره تبدا ترتفع تدريجيا ارتفاع طفيف، يعني اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 29 درجه مئويه فتره النهار، فلان مصادر الكتل الهوائيه بدات تقول مره اخرى، مصادر الكتل الهوائيه قادمه من مناطق صحويه، فهتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، خاصة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس اللي بتحسسنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء اللي هتكون أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الأجواء مع غياب أشعة الشمس خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بتكون أجواء برد على أغلب مناطق الجمهورية. فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز ال 13 وال 14 درجة مئوية، بالإضافة كمان إن اليوم بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي شبورة مائية ممكن تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية للبلاد ومدن القناة، يمكن بالفعل رؤية منخفضة جدا في المناطق الساحلية. يمكن كمان يا دكتور على إشان يعني إحنا كمان عندنا الشوائب العالقة والأتربة العالقة، فده كمان بيخلي نسبة الشبورة أعلى والرؤية بتكون غير واضحة بشكل كبير. هي طبعا الشبوره المائيه بتكون فتره الصباح الباكر، نيجي على فترات النهار نلاقي الشبوره اتحولت لاتربه عالقه او شوائب عالقه موجوده في الجو. بالفعل فعلا ان احنا بنتاثر بمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيجعل كل الكتل الملوثات وكل الاتربه في طبقه قريبه من سطح الارض، ده بيكون خلال فتره النهار، وبتؤدي كمان لانخفاض في الرؤيه الافقيه، بالاضافه كمان ان في نشاط للرياح ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في اقصى غرب البلاد، وتحديدا في السلوم ومطروح وسيدي براني، المناطق دي هي المعرضه فقط للاتربه والرمال المثار. الحاله الجويه دي متوقع ان هي تكمل معانا غدا كمان، ويمكن غدا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، لان احنا متوقعين غدا تكون 32 درجه مئويه على القاهره الكبرى، المناطق الجنوبيه توصل ل 36 درجه مئويه على محافظات جنوب الصعيد، فغدا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وهيكون في نشاط للرياح قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه. انخفاض درجات الحراره، بنحذر اصحاب مرضى الجيوب الانفيه بشكل كبير بكره يعني. بالفعل انخفاض درجات الحراره هيبدا يكون معانا من يوم الاثنين اللي جاي، تبدا درجات الحراره تنخفض انخفاض ملحوظ خاصه في سواحلنا الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى، هتوصل ل 23 درجه مئويه مع منتصف الاسبوع مع يوم الثلاث والاربع توصل ل 22 21 درجه مئويه، فنبدا في فرق كبير بين اول الاسبوع ومنتصف الاسبوع، ونبدا تاني نعود للاجواء الشتويه الدافيه فتره النهار، بردة شديدة البرودة فترات الليل. عشان كده احنا بننصح وبنقول لكل السادة المشاهدين بلاش نخفف الملابس بشكل كبير، خاصة فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأوقات دي لسه هتكون فيها أجواء شتوية، نحافظ دايما على الملابس الشتوية في الأوقات المتأخرة، وخاصة للأطفال وكبار السن. كمان طبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية
اليوم في اتربه عالقه، غدا في نشاط رياح ممكن يكون مثير للرمال والاتربه، فاحنا لو هنخرج لازم نلتزم. وده احنا بننصح بيه كمان الطلبه اللي في المدارس، يعني لان هم بيخرجوا في الوقت اللي يكون الجو فيه برد الصبح، على ما بيرجعوا من المدرسه الجو بيكون درجات الحراره مرتفعه، فبننصح طبعا الامهات ان هي ما تخففش الملابس بدرجه كبيره للاولاد في الفتره دي. بالفعل، وحتى كمان لو حد فينا خفف يكون معانا جاكيت، عشان لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتديه. القياده كمان تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، لان فتره الصباح الباكر في شبوره مائيه واحيانا كثيفه وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فترات النهار في اتربه عالقه ورمال مثاره ايضا بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. الفتره دي عامه هي فتره تقلبات جويه حاده وسريعه، التغيرات الكبيره في حاله الجو بتبقى من يوم للتاني، وخاصه كمان في درجات الحراره، فمهم جدا لازم نتابع النشر الجوي. انا كمان عايزه اسال حضرتك على الملاحه البحريه، خصوصا ان احنا عندنا نشاط للرياح المحمله بالرمال والاتربه، هل في اي خطوره عليها ولا يعني ارتفاع منسوب البحر كويس؟ يعني هو الحمد لله النشاط الرياح هيأثر في المناطق الداخلية، مش هيأثر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية على البحرين، لأن ارتفاع الأمواج هيكون ما بين 1 إلى 1.5 متر، يعتبر البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فما فيش مشكلة في الملاحة البحرية بإذن الله على البحرين. هل مع بداية فصل الربيع هترتفع درجات الحرارة ونحس إن احنا خلاص في أجواء الصيف، ولا هيكون لسه في تغيرات جوية؟ هي فصل الربيع تدريجيا درجات الحراره بتبدا ترتفع طبعا، لكن احنا دايما عندنا الفصول الانتقاليه بتاخد بعض السمات الفصول القبليه والبعديه، فالنص الاول من فصل الربيع تبدا لسه في درجات الحراره معتدله، لانه لسه بياخد بعض سمات فصل الشتاء، فلسه درجات الحراره ما بترتفعش فيه بالشكل الكبير. لكن النص الثاني من فصل الربيع هو اللي فيه درجات الحراره بتبدا ترتفع، وترتفع بشكل كبير وملحوظ، وخلينا نقول ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لكن ما بنحسش بيها زي فصل عشان نسبه الرطوبه. بالفعل يا فندم، بسبب انخفاض نسب الرطوبه. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 29 الصغرى 16، العاصمه الاداريه 29 16، اسكندريه 27 15، العلمين الجديده 26 15، مطروح 28 13، دمياط 24 14، بورسعيد 23 15، الاسماعيليه 30 14، السويس 29 15، العريش 27 15، كاترين 23 6، طابة 29 16، حلايب 28 15، شلاتين 30 18، شرم الشيخ 31 16، الغردقة 31 15، الفيوم 30 15، بني سويف 31 15، الوادي الجديد 37 11، أسيوط 34 15، سوهاج 35 14، قنا 35 15، الأقصر 35 16، وأخيرا أسوان 36 17. بنحذر حضراتكم من درجات الحرارة مرتفعة النهاردة وبكرة، وخاصة بكرة في نشاط للرياح والرمال والأتربة، يعني بننصح أصحاب مرضى الجيوب الأنفية اللي طبعا هيكونوا تعبين جدا بكرة، اللي مضطر ينزل ممكن يرتدي الكمامة بتقي بشكل كبير جدا من الأتربة اللي تكون موجودة في الجو، ونشاط الرياح ده اللي بيسبب بعديها أدوار برد جديدة. بشكركم يعني على طبعا متابعتكم لينا للنشرة الجوية، وهرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقط صباح الخير يا مصر. مفيش تقيع بس في رياح. خلاص مصطفى انت عرفت خلاص في رمال واتربه بكره، ولكن من يوم الاثنين هننزل درجات الحراره بشكل 10 درجات تقريبا، يمكن دكتوره منار قالت حوالي 10 درجات، هنرجع ل 23 درجه يوم الاثنين. اي ربنا يستر عليك. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك. شكرا ليك.